في حاجة؟ السلام عليكم. سلام ورحمة الله. لا ما تقولش كده تاني، ما تقولش كده تاني. ده الراجل الغريب ده، ربنا يعدي أول يوم شغل ده على خير. السلام عليكم. وبعدين بقى؟ وعليكم السلام. أنا مش عارفة أسكت أكتر من كده. يا عبد الرحمن، يا عبد الرحمن، يا عبد الرحمن اصحى، يا عبد الرحمن اصحى. ايه يا ابني، في حد يصحى حد كده؟ في راجل غريب كل شوية يطلع لي هناك، معرفش مين ده. هو عبالها معاك؟ ايه ده، هو انت تعرفه؟ اه طبعا، ده الطنطا المتشكل. الطرطر المتشنكل؟ طرطر ايه بس يا ابني، ده جن قديم بيظهر للناس المستجدين هنا في اول يوم ليهم في الشغل. يعني ده ما كانش بني ادم؟ للاسف اه، بس ما تخافش هو مش هيأذيك، هو بيظهر للناس المستجدين في اول يوم ليهم بس. ايه ده، يعني هيجيلي تاني؟ انت وحظك بقى، يلا قوم شوف شغلك عشان اكمل نوما، عشان عندي ورديه كمان شويه. طب ما تيجي معايا. يا عم سيبني انام بقى، كلها ساعتين وهو ما استلم منك. ربنا يعدي الورديه دي على خير. يا نهار ازرق، يا